رأي واحد قال لك لو قرود حكموا مصر الأمن القومي بتاعهم هو هو نفس الأمن القومي بتاع أي حد هنا في مصر. هو مرتبط بالجغرافيا. يعني إيه؟ اللي هو مثلاً الجزيرة العربية. أول ما الصحابة مثلاً اتحركوا ليهم تخيل معين، واحد يقول لك يعني ممكن مثلاً فاهمين الجغرافيا بتاعها إحساسهم بالأرض إن يجب أن يؤمن مداخل الجزيرة مثلاً فيروح مأمن الشام. بالرغم إن هو ارتطم بقوة قد تبدو قوية أو كذا، لكن لأ برضه. يعني إيه؟ أنا يعني يجب تأمين أراضي المسلمين بهذا الشكل. في كل منطقة فيها حاجة كده. يعني مثلاً أي حد في الهند، أي حد في الهند مثلاً أفغانستان، جبال أفغانستان مهمة بالنسبة له. يعني الهند أفغانستان بالنسبة لها أمن قومي. عشان لما يجي حد يقرا مثلا في اي تحليلات معاصره يلاقي مثلا ان الهند بتدعم اي قوه تهاجم افغانستان. ليه؟ افغانستان مفيش قوه، مفيش حدود مشتركه مع الهند. لا، جغرافيا الهند لا يمكن مهاجمتها الا من خلال ما من قبل جبال افغانستان. طب الحقيقه دي بتقرر من فين؟ من جغرافيا. تلاقي مثلا بريطانيا بعد ما احتلت الهند وافغانستان ما فيش حاجه قوي تحتل، تلاقيه رايح يفرض سيطرته على افغانستان. الوثائق البريطانيه، اي حد يقرا الوثائق البريطانيه يقول لك ايه؟ حتى يجب اغلاق باب الهجوم على الهند من منين؟ من افغانستان. تمام؟ طيب احنا ما تبقى من محاور رئيسية في العالم الإسلامي مصر وتركيا وإيران وجمهوريات آسيا الوسطى. جمهوريات آسيا الوسطى، حد يعرف دولة أو دولتين أو ثلاثة أو خمسة أو ستة منهم؟ فلسطين. إيه؟ دولة. لا باكستان، لا باكستان مش من دول اوزباكستان. تعرف مين بيحكمها؟ حاكم اسمه حاليا، حد يعرف حاكم اوزباكستان؟ اسلام كريموف. هو مسلم ولا شيوعي؟ قال لك ده مش حماده، ايه بس كان شيوعي؟ قال لك ما دام ايه دول؟ هو اسمه اسلام. اسمه اسلام. هو شيوعي. طب عدد سكان اوزباكستان كام؟ حد عنده فكره؟ تقريبا 5 مليون. طب هو كم نسبه المسلمين فيهم؟ ازيد عن 90%. طب نظام الدوله هناك ايه؟ شيوعيين. هم شيوعيين بس بعد الشيوعيه خلاص كلهم قلبوا ديمقراطيين. يعني اسوء ملف حقوق الانسان في العالم في اوزباكستان. اسوء قضايا تعذيب للمسلمين في اوزباكستان. اسوء ملف على الاطلاق. تم محو تماما وبقي العالم مطنش. بعد ما سمح اسلام كريموف سمح لامريكا بانشاء قاعده امريكيه في اوزباكستان. اوزباكستان؟ اه. عاصمه اوزباكستان ايه؟ تشقن. معظم ائمه الاسلام الكبار من جمهوريات وسط اسيا. يعني بخارى من تقريبا تعتبر في اوزباكستان. تربن. هو منها الترمذي. سمرقند. سيجستان. كل دي من جمهوريات وسط اسيا. يعني اصحاب مسلم البخاري من بخارى، مسلم من امام مسلم صاحب الصحيح. نيسابور. نيسابوري مسلم. الترمذي ينسب من اسمه، هو اسمه محمد اصلا بس هو من ترمذي. دي في جمهوريات وسط اسيا. ابو داوود السجستاني صاحب السنن من سجستان. النسائي هو من نسب، بلد اسمها نسب. مش نسائي يعني من نساء، لا نسائي من نسب، بلد اسمها نسب. تمام؟ خراسان دي قندهار احسن ناس. قندهار دي اللي هي خراسان اللي هي منها ابو مسلم خراسان. هي دي قندهار اللي هي افغانستان طبعا. من شهرستان. لا ما اعرفش مكانها، لكن اللي هو اللي نعرفه بوجه الدقه
البيروني. هو اصلا اسموش البيروني، الناس بتنطقوا البيروني، هو اسمه بيروني. في ناس بيكتبوه بالفتح بس هي البلد اسمها بيروني. لو نسب اليها تسمى ايه؟ بيروني. البيروني وخوارزم، خوارزم اللي هو واضع عينه الجبل، وبيروني اصلا بيروني من خوارزم اصلا برضه. بس بعد كده ارتحل، قعد في الهند وفي الصين في عذرا قعد في افغانستان فتره في البلاط الغزنوي، بعد كده في الهند فتره. ف لكن هو اصلا من بوماراكوس اسف. ده الغريب يعني، ان هي في احنا ما نعرفش حاجه عن بوماراكوس اسف. بالرغم ان هم ايه؟ بنسبه 95% مسلمين. قرغيزيا، قرغيزستان دوله اسلاميه كبيرة. كل هذه الجمهورات كانت تعرف قديما قبل الخدع البلشفية، البلشوفيك اللي هم البلاشفة، او هو انتوا عارفين البلشوفيك يعني ايه بالروسي؟ يقول لك البلاشفة او الثورة البلشوفية. البلشوفيك يعني الاقلية. المونوشوفيك اللي هو المناشفة، لما احنا بنعربها يعني، المونوشوفيك او المناشفة هم الاكثرية في البرلمان. اللي هو البرلمان ما بعد الدولة القيصرية. لكن البروشوفيك اللي هم الاقليه هم مشوا كلامهم على المونوشوفيك وخدوا البلد. كان بمساعده المسلمين، بمساعده الخانات الاسلاميه اللي هي كانوا قطعوها من الخلافه العثمانيه. المسلمين ساعدوهم من اجل الاضطهاد الكنسي الارثوذكسي من قبل روسيا القيصريه. لما تم لهم الامر المونوشوفيك يعني، الجمهوريات الاسلاميه القويه او اللي خافوا منها ادوها استحقاق حكم ذاتي زي الصين. الصين كان اول ما استقلت بعد الثوره، ثوره اللي هو ماوس كون 49 كان في جمهوريه كامله اسلاميه هناك اللي هي تركستان، مش تركمانستان، تركستان اللي هي الايجور، اللي هي الايجور اللي هي سينكيانج، اقليم سينكيانج حاليا. ده مساحته قد مصر 1.6 تقريبا، وكله في الغالب مسلمين يتكلمون التركيه من اصول التركيه. حتى تركيا حتى الان ليها نفوس كويس عندهم. تمام؟ لما ادوهم حق حكم ذاتي، حتى الان دلوقتي ليهم حكم ذاتي، بس بيعملوا ايه؟ يقول لك ماشي انت من حقك تحكم ذاتي، وانا من حقك من حقي ان انا ايه؟ اعتقل. يعني هم حاليا بيعملوا اسوء هندسه اجتماعيه حصلت في التاريخ، حصلت في المسلمين وسط اسيا. السوفييت قتلوا قومت لين المسلم استرن، قتلوا تقريبا 20 مليون مسلم. 20 مليون مسلم، لا هم قتلوا من كل الناس، لكن هو 20 بس مليون مسلم في الحكومتين اللي ورا بعض. تم تهجيرهم قسرا من دول الخانات عشان يغيروا تغيير ديموغرافي، اللي هو تغيير التوزيع السكان بين السكان. يجي يسكن فيها روس ويطرد السكان الاصليين، يا اما يوديها في بلد ثانيه، يا اما يوديها حته اعتقالات التدريب. العظيم قصدي في سيبيريا. فمات تقريبا في الحكومتين ورا بعض 20 مليون مسلم من دول الخانات. فهم بيعملوا كده، بيعملوا تغيير ديموغرافي. الايجور حاليا في سياسه سكانيه تسكين الهون اللي هم الجنس الصيني الاغلب يعني، وتهجير المسلمين واجبارهم على الخفه باعداد معينه. ده الصين شامل لكن ان هو يتم التركيز على ديانات معينه او جنسيات معينه زي الايجور، سواء ان هم يا اما تورد ليهم ادويه معينه هم مش عارفين ان دي او ادويه او مركبات. ده اتعمل في فرنسا، عملته في باكستان وفي افغانستان. كتير دول بتعمل احيانا حملات اغاثه في الدول الاسلاميه في وقت الحروب، ويدوهم ادويه خاصه للنساء. هي اصلا منع حمل. يعني واحده عندها برد يدوها برد ومنع حمل. السبب ان هو عايز يعمل مع وقت طويل جدا يسموه تغيير في الميزان الديموغرافي. عايزهم يقلوا، لانه اي حته في المسلمين في اي حته بسبب الشرع يعني اللي هو العدد مش ما عندهمش مشكله انه يخالف. ده بالعكس شرعا المفروض ما يخالفش حد اقل من ثلاثه. بنص الحديث اقل من ثلاثه لو يقدر. ليه؟ السؤال ده حاجه هو علميا السؤال ده انا عجبني انا سعيد. ايوه ليه شرع؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم في ندب شرعي تكاثروا، فاني مبارك بهم الامم يوم القيامه. ليه؟ من الكثره العدل. طيب الامه ازاي تكثر؟ لو اثنين وراجل وست وخلفوا اثنين، الراجل والست هيموتوا، والولد والبنت دول او الراجلين اللي خلفوا
دول جنسهم ايه، بنتين ولا راجل وبنت ولا مش عارفين، يبقوا اثنين وبقى اثنين اثنين ماتوا. في الغالب مش كل اللي بتولد بيعيش، في حروب، في مرض، في سواقين تاكس ممكن ياخدوه، يعني السكك السكك الاخره كتير خلاص. ففي الغالب اللي هيتولد مش هيحتفظ بنفس النسبه. حلو. فالحد الادنى لضمان الزياده عن الاصل اثنين زائد واحد، ان هم يخلفوا ثلاثه، اثنين قبال اثنين هم يودعوا والثلاثه يكبروا، يبقى كده احنا عندنا على الاقل ضمننا واحد زياده على الاقل. فانا بقول لك بالميت ثلاثه، اكتر من كده يبقى شيء كويس، اكتر من كده يبقى شيء لطيف. ليه؟ عشان يضمن علميا لا يمكن ان تصمم. هم في فيديو كويس، في فيديو عن خطر الهجره الاسلاميه على اوروبا، اظن معظمكم شافوا. في حاجتين في الفيديو خطيره جدا، هم حاطين علم المسلمين في الفيديو، علم مين؟ تركيا. هم لا يعلموا الاسلام الا تركيا، لان حكمتهم 500 سنه 300 سنه كان منكد عليهم، فايه؟ الاسلام وتركيا. فالهجره الاسلاميه لاوروبا اسمه اسلاميك ايميجريشن في اوروبا. الفيديو نفسه بيتكلم على ايه؟ ان الامم تضمحل لو نسبه الزياده لم تصل الى 2.25. ف 2 وربع، مفيش ربع بني ادم، فبيقرب لاقرب رقم صحيح، يعني 3. ده علميا عشان الامه ما تنهارش. فهم عندهم كله في اوروبا كله واحد اصول، واحد اصول. اول ما يضيفوا الهجره الاسلاميه والتولد الاسلامي تلاقي فرنسا المسلمين، فرنسا التولد هناك بنسبه 1.3 1.5، فهيمنحوا. يعني لو قعدوا 20 25 سنه ما يبقاش في حاجه اسمها فرنسيين في الدنيا، واوروبا كلها كده. بس المعدل العام زايد، يعني اوروبا فرنسا بتزيد بسبب المسلمين. نسبه الزياده بتاعت المسلمين في فرنسا 8، رقم صحيح. الرجاله ما بيقلقوش الميزان، الموضوع عندنا. قال لك امريكا نفس الحكايه بسبب الانفيشن، برضه بسبب الهجره. امريكا طالعه قبله العالم، العالم كله بيجي يروح هناك، والظرف الاقتصادي كويس. يعني هنا الناس بتخلف 6 7 8 ويقول لك لولا الزنقه الاقتصاديه دي، لو راح امريكا اكل وشرب وتامين صحي وبتاع، اللي هو يدخل بلد دي لولاد ولاد ابراهيم البلد كلها. يعني الناس زمان، يعني اصل ايه؟ واحد زماننا في النمسا بيقول لي هو بيتجوز حاجه اسمها جواز ابيض، هو شرعا غير جواز، لو اتجوز واحده من 27 نفس الجنسيه، لو اتجوز يديله اقامه وراتب شهري، بيشتغل او ما بيشتغلش، لو خلف يديله راتب ازيد ومكان اوسع وهكذا وهكذا. فبقول له ليه؟ يعني ليه؟ يعني ليه؟ فعايزين حد واخد الجنسيه عشان يزيد النمساويين يزيد. طبعا هناك مين اللي مبوظ الناس بقى؟ الجاليه الاسلاميه، وبالذات الجاليه المصريه في النمسا، مجنسين كتير قوي. اقول لك اللي هو ايه، يعني ما تقلقوش عن نفسك. قال لك موضوع النمسا ده النمسا بتكتر وبشكل سريع، ايه السبب؟ مصريين. طيب سبب الدراسه، سبب ان احنا عايزين نشوف تركيا، مش عشان تركيا، لا، هي يعني مثلا مين جنس حكم؟ يعني مثلا بيبرس او قطز كانوا مين؟ حد يتخيل؟ قطز احنا عارفينه اكيد، قطز من خوارزم، خوارزم شاه دي مملكه خوارزم مصر، ده ابوه يعني. فقطز عشان الفيلم الناس عارفه احمد مظهر، بيبرس من ايه اصلا؟ من دول جمهوريات وسط اسيا. التتار اللي هم المغول المسلمين اللي بعد كده حكموا، قعدوا يحكموا الهند لغايه ما الانجليز جم، المغول يعني اسلموا الناس وعاملوا دور جامد جدا. لكن المغول اصلا منين؟ حاليا كاسم اصلهم منين؟ الصين. لا غير الصين، المغول اللي هم منغوليا. فسبب الدراسه احنا مهتمين ليه دراسه الترك؟ واحد، لانهم اخر جنس سيطر فتره طويله جدا بشكل وراثي على الحكم، على ما يعني ما تسمي بعد ذلك باسم الخلافه الاسلاميه. يعني هم على فكره في الاول ما ادعوش الخلافه الاسلاميه، ما ادعوش ان هم خلفاء، كانوا بيسموا سلاطين ارض اسمها والدوله العليا. لما ضعفوا حاولوا يجمعوا المسلمين بدعوه الخلافه الاسلاميه، لان هم كانوا مسيطر على ذهنهم من فتره طويله جدا، من اواخر العصر العباسي الثاني، انه الخلافه لا تصح الا عربي. يا ريت عربي، لا ده لازم يكون
النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بني عباس. بني عباس ركبوا الفكره دي في الناس، بالرغم ان اول اثنين مصطفى رشيد، اول ثلاثه مصطفى رشيد مش من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الخليفه الراشد الرابع والخامس، الرابع اللي هو سيدنا علي ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس الحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فده ده من اهل البيت وده من اهل البيت. بعد كده انقطاع كامل، مفيش من اهل البيت. بنو اميه قعدوا لغايه بعد كده بنجيب بنو العباس، ده من اهل البيت. خلاص بنو العباس عشان يقفلوا الموضوع كمقاومه سياسيه يعني، رسخوا الفكره دي في العقليه السياسيه الاسلاميه ان هو لا يصح التسمي بخلافه المسلمين الا في نطاق اهل البيت فقط. فبقي الموضوع ايه؟ بنو عثمان في الاخر خالص بحكم القوى العسكريه الحاكمه هم بيحكموا على الاسلامي تقريبا. فكان خلاص الموضوع ايه؟ ده اول هام. تاني هام ان شكل العالم الاسلامي الحالي قسم على ايدي خصوم الدوله العثمانيه. يعني الدوله العثمانيه خسرت في الحرب العالميه الاولى، من 1917 1920 تم تقسيم كل اراضي الدوله العثمانيه بموجب معاهده سيفر في الاخر. في سيفر دي مقاطعه في فرنسا، تم تشكيل كل اراضي الدوله العثمانيه ما بين الدول المتخاصمه او الدول المتحالفه او المتنازعه. سبق هذه التقاسم اتفاقيه ما عرف تاريخيا بعد كده باسم ايه؟ اتفاقيه سايكس. سايكس ده مين؟ واحد. سايكس ده اللي هو مارك سايكس ده دبلوماسي بريطاني. طب ديكو ده مين؟ ده الدبلوماسي الفرنسي. كانوا بيقعدوا ليه؟ الحرب كانت شغاله بس هم قال لك بدل ما نضرب بعض بعد الحرب احنا نتفق من دلوقتي تاخد سوريا ولا العراق؟ قالوا انهي سوريا؟ سوريا اللي فيها فين؟ قالوا الموصل تبعنا ولا تبعكم؟ لا خلف الموصل تبع العراق. بعد كده رجعوا تبع سوريا، بعد كده رجعوا في كلامهم قال لك لا لا خلاص انتوا خدتوا كتير خلوا. طب فلسطين نخليها تبع ايه؟ قال لك طب خلاص نديها اليهود. فرنسا قال لك لا اليهود لا. حركة سليمانية بريطانيا كانوا فاكرين ان الحركة الكمالية صهاينة، فقال لك ايه طب عشان ما نضايقش الحركة الدولة العثمانية وهم صهاينة فنديهم فلسطين. التقسيمة بجد غلط خالص يعني، عارف اللي هو احول دخل بيطير حمامة حولة دخلها طيارة هي طارت دخلت جوه القفص هم احنا حصل فينا كده في التقسيم. بس فرنسا معارضة لإسرائيل ضد الحركة الصهيونية تماما في الأول، لأن الحركة الصهيونية كانوا حاسين ان هم برضه كانوا فاهمين غلط ان هي تبع بريطانيا، بريطانيا ما كانتش تحب الحركه الصهيونيه لله، ده هم عشان كانوا حاسين ان الكماليين اللي وصلوا للسلطه في تركيا صهاينه. كانوا فاكرين كده برضه ان هم يهود صهاينه. فقال لك طب ما نعمل معاهم واجب بحيث ما يحاربوناش جامد جوه الحرب، على عكس المعروف يعني معظم المعلومات اللي احنا بنستقري بيها تاريخ فلسطين في الغالب معلومات غير دقيقه. هو مش نابليون هو اصلا اول واحد دعا لأني غرض؟ لأن هو يزرع كيان يعني هو على مستوى التاريخي اليقيني اللي وصل لنا من الوثائق ان بريطانيا مثلا عايزه كانت تجيب الحركه الصهيونيه في فلسطين وتخليها بانتداب انتداب امريكي. قال لك ايه؟ قال لك لان الاعداء اكبر عدو استراتيجي بري على الارض هم الروس. فاحنا عايزين ما يبقاش في كونتاكت ما بين الممالك الانجليزيه اللي هي تبدا من مصر وما بين الروس، فعايزين فاصل من قوميه اخرى. يعني هو فكره اصلا الغرض منها كان حاجه واللي على الارض حاجه ثانيه خالص، اللي احنا وصلنا على الاقل حاجه ثانيه خالص. فهو الغرض الاستعماري القديم انه من بعد ما بدات القوميه تظهر نابليون ظهور يعني في الثوره كان 1790، فكان اللي هي فكره فصل ما بين القوميات وجود حائط عازل او قطع الطريق للشام، بالذات ولليهود بالذات. الشام عشان هي الطريق للهند، عايزين يقطعوا الطريق على ما بين الموصل لاوروبا البحر المتوسط والبري مع الهند عشان بريطانيا، عايز ينكد على بريطانيا مش اكتر. وفي نفس الوقت عايز اثم او هويه ثانيه. اليهوديه دي هو فاكرها برضه بيتعامل مع اليهود على اساس ان هم حد بقى عرقي، عايز يحطهم في حته يبقوا ايه؟ فاصل، لا ينسجموا مع الدول العربيه اللي موجوده ويعملوا ايه؟ في نفس الوقت الاوروبيين ساعتها كانوا بيكرهوا اليهود ولا بيحبوهم؟ بيكرهوهم.
يبقى واقف كده. بريطانيا كانت في عداء شديد جدا للساميه فرنسا وبريطانيا في وقتها، فقال لك انا هحطه لهم هنا اللي هو الجيل العرق ده يفصل ما بين الهند ويفصل ما نضمن ان مش هيبقوا ولاءهم لبريطانيا زي ايام نابليون. بس هو الوضع اتغير في المعادله اتغيرت بعد كده. فطيب ما يخصنا وما يلزمنا الان في تركيا؟ ممكن اسم الكتاب اللي فيه الجزء بتاع ان تقرير غلط واحد من المخابرات البريطانيه فذكر انت وانا اللي قلته دلوقتي ولا قبل كده؟ بس ما قلتش سلام ما بعده سلام. لست مصبح موجود بدافع سلام ما بعده سلام بتاع ديفيد فرونك. الكتاب ده هو اسمه كده سلام ما بعده سلام تشكيل الشرق الاوسط او ولاده الشرق الاوسط. وفي كتاب تاني اسمه الشرق الاوسط الحديث بتاع القراني مجموعه اربع اجزاء. الاثنين دول لو قريتهم مع بعض هتتشكل الخريطه فاهمك لانها ماشيه في الاسرائيلي الاسرائيلي. الثاني اسمه ايه؟ الشرق الاوسط الحديث بتاع القراني موجود اربع مجلات موجودين بدافع على النت لكن اللي هو خطير جدا سلام ما بعده سلام. فرونكن 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 اللي عايز يشوف شكله ما هيبقى هنا بعد ده بيتكلم عن مشهد الشرق الاوسط اللي ما عرض بعد ذلك الشرق الاوسط. اول ما تيجي تقرا وتشوف التفاصيل الدنيا مختلفه تماما. يعني مين حارب مين عشان ايه؟ طب هم كانوا بيحاربوا بعض ليه؟ الوضع مختلف تماما. في معارك اتخسرت وما كانش تخسر ابدا وفي قوات انسحبت وما كان في يعني في قصه لطيفه. انا لسه مخلص في الكلام يعني بس كان قايل لنا عليه دكتور بشير نافع بتاع تاريخ في فتره طويله جدا على الكتاب ده لو قراته تدرك تفهم كويس جدا الخريطه اترسمت ازاي. كان بيقول ايه؟ احيانا بيبقى حادثه بسيطه جدا بتغير مجرى التاريخ ولو بعد كده الناس ما بتعرفش ايه اللي حصل. اليونان في اواخر انهيار الدوله العثمانيه خلاص كانوا بيقسموها بمقتضى معاهده سيبك. كانت خلاص بريطانيا بتسحب جنودها الجنود ليهم سنين بره بريطانيا عايزين خلاص الناس تجنيد تتجنب ايه يا عم عايز ارجع. فقالوا له انتوا معاكم جيش احتلوا الجزء اللي انتوا عايزينه من الدوله العثمانيه. ايام كان الكماليين بيدافعوا وكان القوات اليونانيه اقوى من الكماليين اتباع مصطفى كمال ساعتها كحركه مقاومه شعبيه يعني ضد الاحتلال. عملوا ايه؟ اجتاحوا الممالك وتعاملوا وهم في الوقت ده ملك اليونان ماشي في الجنينه طلع عليه قرد عضه مات. فتشرشل في التاريخ بيقول ايه؟ هذه العضه مات بسببها ربع مليون جنيه. ايه السبب؟ ان الحكومه رئيس الوزراء وملك اليونان في وقتها كان معادي جدا للدوله العثمانيه وحليف جدا لبريطانيا. ضغط عض مات جه ملك غيره كاره جدا البريطانيين يعني اتحالف مع الاطراف وانسحب بقواته وحارب ضد الاحلام اللي هو غير الخريطه تماما بسبب ربع مليون جندي ماتوا بسبب الجد عشان تعرف يعني وضع مختلف تماما. فالشاهد يعني ان هو التاريخ لما بتيجي تعرف هو الموضوع حصل ازاي قبل ما تظهر تركيا. احنا مش عايزين نعرف ايه تركيا ظهرت ازاي يعني تركيا ايه اللي دخلهم اصلا في التاريخ. الدوله العباسيه الثانيه في عصور الضعف كانوا هم جابوا اصلا عنصر مبتلى عنصر مقاتل. ايه السبب؟ الدوله العباسيه ازاي اطرقت على الدوله الامويه على الحكم؟ ان هم عربوا من بيت النبوه تمام؟ طب افرض واحد طلع لهم ثاني عربي ومش من بيت النبوه لسه الخلاف قائم. قال لك بص احنا نقفلها احنا دلوقتي العنصر المقاتل هو مين؟ بنو اميه. كانت يقول لك الخلافه كده بقى خلافه بنو اميه عربيه وخلافه بنو العباس خراسانيه عجميه. ليه السبب؟ قال لك احنا نجيب جنود نحارب بيهم ولا نطمحوا ابدا للحكم. ازاي؟ نجيبهم معانا. فيظلوا العرب على اساس انهم جنس مقدس لا يمكن ان ينازعوهم الحكم. راح جابوا اتراك وبعد كده جابوا فرس ولما انقسموا هم بيحاربوا بالفرس بيحاربوا الاتراك. ايه السبب؟ تمام؟ من الظاهرة اللي هي بعد كده ظهرت ان هم مين؟ اللي هم حكموا العباسيين بعد كده لما ضعفوا الخلفاء. ليه؟ الخلفاء بعد كده بدل ما العرب كانوا بيقاتلوا بنفسهم لغاية المأمون ولغاية المعتصم ولغاية هارون الرشيد وأولادهم تلاقي الخليفة العربي نفسه بيحارب بجنود عرب. بعد كده لما جه العنصر المجتلب الفارسي أو التركي بدأ يظهر إيه؟ البويهيين والسلاجقة، سلاجقة الروم، سلاجقة الروم دول مماليك. مماليك جوه عنصر مرتزق وبما فيهم العثمانيين. كيف ظهر العثمانيين؟ العثمانيين دول كانوا
الإسلامية الشرقية الأرثوذكسية. دي اللي هي كان بيزنطة أو القسطنطينية. تمام؟ ده على بيعمل إيه دول أصحاب الثغور المجاهدين المرابطين على الثغور. وكان في آخر خلافات في آخر خلافة بنو عباس العصر عباس الثاني. ممالك وممالك السلاجقة المنطقة دي كانت متملت بقى سلاجقة وجوينيين وبعد كده الممالك المستقلة في مصر والشام والشمال الأفريقي كل العالم في العصر عباس الثاني العالم الإسلامي بدأ يتكسر. لما قتل الخليفة في مجيء الزحف المغولي اختفت خلافة بنو عباس من وخلاص بدأت الممالك المستقلة حتى ظهور سلاطين بقى آل عثمان. مين عثمان اللي بينتسب ليه الدولة العثمانية؟ هو عثمان بن أرطغرل الغازي. ده هو من يعني هو تقريبا الراجل كان من قائد لمقاتلين يعني على الرباط على الثغور في الدولة العباسية الثانية. فين؟ في أرض الروم. يعني حتى هنا أرض تسمى أرض روم، منطقة الأناضول منطقة وهكذا. بدء تشكل نواة حوله من المقاتلين المجاهدين المواليين للخلافة العثمانية للخلافة العباسية. بس ايه؟ حجمه بيزيد على حساب الممالك الرومية. تمام؟ بيزيد لغاية ما تشكلت قوة من ولاده. يعني محمد ابن أوروخان ده ابن عثمان. خلاص؟ فين؟ مراد ابن أوروخان ادي حفيده. بيزيد الأول ابن مراد، بعد كده في محمد الأول ومحمد الثاني. محمد الثاني ده اللي هو محمد الفاتح، محمد الغازي اللي هو فتح القسطنطينية. يعني بينه وبين عثمان مفيش، يعني هو محمد كان في 1400 عثمان 1300، 100 سنة تقريبا، 100 سنة 150 سنة، يعني تقريبا جيلين، مش محصلة جيلين، يعني ثلاث أجيال مثلا، ثلاث أجيال اللي هو محمد. تم التوسع على حساب الممالك الإسلامية وعلى حساب على الممالك الرومية وعلى حساب الممالك الإسلامية. إيه السبب؟ ان يعني دايما دي نظريات العصبيه بتاعت ابن خلدون، رغم ان في ناس كتير بترفضها انا مقتنع جدا بيها. اللي هي ايه؟ العصبيه بأني معنى؟ ان تظهر قوه تستطيع عمل شبكه علاقات قويه جدا قائمه على الديانه واواصر اخرى. اما بسبب قبيله او عرق او بس حاجه يجتمع عليها الناس. او بداوة. يعني لسه ما حصلوش شبكة العلاقات التحتية اللي هي الأسر. الأسر والتربية ما زالت بتخرج شبكة متماسكة. ده القوة دي لما بتصطدم بأي قوة منظمة بتكسرها. لأن القوة المنظمة بيكون تحول الناس لجنود نظاميين بمرتبة يعني بيوم. لكن ده بيحارب هواية. يعني واخد الموضوع حب يعني مش أكتر. برضه ما فينا احنا بس عايزين نقف نقطتين تاريخيين. 1400 تيمور لك دي من الظاهر اللي احنا عايزين نوصلها في العالم الاسلامي. بعد كده ظهرت لنا بعد كده هتبقى قوه السلطاني. تيمور لك دخل اجتاح الممالك الهنديه وممالك اسيا. في اجتياحه للهند قتل في بعض الممالك 100,000 مسلم. طب هو تيمور لك دي هو ايه؟ مسلم. طب هو قتلهم ليه؟ دي بيسموها الاخطاء الداخليه جوه الممالك الاسلاميه اللي هو التوسع على حساب الناس. بس تيمور لانك كان اقرب للتشيع، اقرب للتشيع مش سني. تمام؟ وارتطم يعني بدا يرتطم باطراف الدوله العثمانيه الناشئه. كانت لسه الدوله العثمانيه ايه؟ ما بقتش مخيفه زي برضه. انا عايز اقف عن نقطه اخطر نقطه ادي تيمور لانك بعد تقريبا من 100 سنه هنا بقى يظهر بقى ايه اكبر خطر على شبكه العلاقات الجامعيه بتاعه الامه. ان هو يظهر لها خطر من الداخل، شبكه داخليه اللي هو ايه؟ فرقه او مذهب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سماها الفرقه. في تسميه مهم جدا، التسميه في فرق بين الطوائف والفرقه. واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه مثلا لما يجي يتكلم عن طوائف المسلمين اي مذهب جوه الاسلام يقول طوائف. لو قال فرق لا يبقى يقصد ان حد مخالف جمهور المسلمين في اصل من الاصول. لكن لو قال طوائف يبقى طائف. يعني انا بتكلم عن الشافعيه، المالكيه، الاحناف، الاشعريه، الماتريديه، يعني انا بتكلم على طوائف مدرسه جوه الاسلام السني. لكن اقول فرقه لا، يعني يبدو ان هي مخالفه في اصل او اصلين او يعني حاجه ضخمه لدرجه ان هي
يحصل تشوه كامل عن الاسلام. ايه؟ لا الفرق. لا لا كل دول طوائف، دول طوائف داخل اهل السنه يخالف بقدر كبير او قليل او كذا، لكن ما يخالفش في اصل. هنا بقى نشوف يعني ايه اصل؟ هنشوف بقى. ايه؟ اه الفكره كان الشاطبي لما بيحط معيار اللي هو ايه، ان تتحول لفرقه مش طائفه، لا فرقه. يقول لك اما تخالف في اصل من اصول الاعتقاد او اصل من اصول الايمان، اصول الديانه، او جزئيات كثيره لا تنحصر. يعني يحصل عنده تشوه كبير جدا في الجزئيات لدرجه يطلعها بدين جديد او ما يشبه دين جديد. ايه يعني شبه الاصول؟ ظهور اسماعيل الصفا. ده الصفا ايه؟ اسماعيل الصفا انا قلت قبل كده ما اعرفش الكلام ده ان الصفا اصلا ايه؟ سني. واسماعيل الاردبيلي اللي هو من الشيخ شرح شيخ صوفي هو اصلا سني، وهما الاثنين على المستوى الاثني ترك. يعني ينتموا بشكل او باخر لنفس العنصر بتاع عنصر العثمانيين. لكن هو يريد ان يخرج ساعتها كان اظن سلطان سليم السلطان سليم مش سليم اللي هو بتاع حليم السلطان، لا كان واحد تاني ذكر غير ده خالص. يعني هو طبعا المسلسلات التركيه حاليا ده انتاج علماني على فكره، فلا تستأمنوهم على اي حاجه تاريخيه. ده اصلا لو جوزنا الموضوع نفسه يعني اللي هو، لكن مش سلطان سليم ده اللي كان فاتح مصر؟ اه هو اللي اعدم في المنبر الله يرحمه. يعني حتى لما سليمان قبض عليه سليم وجابوه له كلمهم يعني اعجب بيه جدا. ليه؟ قال له يعني انتم لا تزيدون عنا شيئا، يعني بل نحن مقاتلون اشداء مثلكم. لان العثمانيين على فكره العثمانيين يعني طاقه قتاليه ما هندتش، قعدوا 250 سنه ما بيخسروش اي معركه في اي حته ضد اي حد العثمانيين، لان يعني عنصر مقاتل ناشف جدا، مع كمان ديانه وتصوف، والتصوف اللي هو بالمعنى اللي هو ايه، التصوف اللي دايما انا بجيبه التصوف القديم اللي هو ايه، شبكة علاقات اجتماعية غاية في التراكبية والدقة، فيها عنصر تربوي وأخلاقي وقتالي وزهد، فده بتنشأ شبكة قوية جدا. بعد كده حصل ليها إفساد، الصف بعد كده دخلت له كمية عناصر دخيلة على العقلية الإسلامية أفسدته بالكلية. لكن الشاهد لما يجي يظهر واحد زي إسماعيل الصفا تلاقيه يهدر مثلا نص طاقة الأمة لمدة 200 سنة حروب داخلية. يعني سليم لما جابوا ساعتها جابوا منين؟ سليم وسليمان بعد، اظن سليمان القانوني يجي بعد. اه سليمان القانوني من مره من المرات اللي جه فك حصار عن فيينا ايام ما كان نيوتن وجاليليو او اللي قبلهم على طول شغالين، كان يقول لك هم شغالين يقول لك فيسمع واقع حوافر جيود الجهاد المسلمين على اسوار فيينا، كان مقعدهم فروع. وهو بيرجع يا استنى لكم. السلام عليكم. أول رئيس. الحمد لله تمام. والله بدي محاضرة. خلاص تمام ماشي. تمام؟ يجي يفك الحصار عن أوروبا بسبب صراع إسلامي إسلامي. الصفويين، لدرجة إن الصفويين البرتغاليين ما كانوش عارفين المدخل يدخلوا الدار عندهم، ما كانوش يعني عقليا ما كانوش عارفين يصطدموا بالعثمانيين على الأرض، هم حاربوهم على في البحر وكسبوا. البرتغاليين جربوهم مرة فين؟ ديو. كان بيحاربوا مين؟ أسطول المماليك البرجية، وحملوا جزء من أسطول العثماني وجزء من أحد أمراء الهند وخسروا في البحر، بس كان إيه؟ مش قادر برضه يقابلهم جوه في المركز. لما لقي الصفويين بدأ ينزل قوات تساعد الصفويين. او يبعت له مدافع، او يبعت له جنود، او يبعت له بنادق. ليه؟ ما هو يعني وفر عليه جهد. ده صراع داخلي اسهل، ده سهل. حلو؟ ده جزء مهم جدا عايزين نقصده، اللي هي الصراع الاستهلاك الداخلي، التقويض الداخلي للامه. حتى ولو من مذهب. يعني هو المذهب الشيعي لم يصل للخطوره المعاصره اللي هو الشيعه برضه مذاهب. كتير زي السنة كده، لكن الفكرة ان كانت التقسيمات اللي اهل السنة وهم بيقسموا الشيعة ما كانوش بيقسموها، يعني الشيعة الحاليين اللي هم بينتسبوا للشيعة الامامية او الجعفرية ده مش مذهب الامامية، هو ده مش مذهب الجعفرية اصلا. شيخ الاسلام ابن تيمية اوسع كتبه
في الرد على الإمامية أو الرد على الشيعة، كان كتاب اللي هو منهج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، الشيعة والقدرية. وهو بيرد، كان بيرد على كتاب اسمه الإمام علي بن مطهر الحلي شيعي. حلو؟ وهو بيرد عليه أصلا في المقدمة يقول: وكل ذلك، يعني اللي أنا هقوله في الردود، ليس في الإمامية. يعني الإمامية فرقة، أو يعني الشيعة الإمامية لم يكونوا بهذا الاختلاف مع السنة. تأسيس المذهب على الحقيقة أخذ معظم أقوال الشيعة الغلاة، كانوا يسمون كده السنة، الشيعة الغلاة، ووضعها داخل المذهب الإمامي كان على يد علي الكردي، اللي احنا أشرنا ليه في إيه؟ في كولين تيرنر، كتاب كولين تيرنر، إسلام وزلط الله أو التشيع الصبر. الكركي كان معاصر للصبر. اسماعيل، الشيخ اسماعيل. واحنا قلنا ان هو من في مقابل ان يترك ايد علي الكركي في التاليف وتاصيل مذهب الشيعه الغلاة ونسبه هذا المذهب للاماميه او الجعفريه، في مقابل هذا صدر فتاوى من الكركي مقابل سبب ان هو يسب الصحابه وامهات المؤمنين على منابر السنه في ايران، لان كانت ايران من الاكثريه السنيه حتى هذه اللحظه. في مقابل ده الكركي اصدر فتوى او فتوتين بجواز السجود لاسماعيل الشاه في التحيه. يعني ايه؟ سيبي وسيبك. هو الراجل ايه؟ حاجه دي برضه من الايه؟ ان هو هنا بقى الهدم فين؟ احنا شفنا في هدم على الخريطه، حصل تغيير خريطه الفكر المسلم، بس ايه؟ من قبل استعمار خارجي، لا ده ما حصلش استعمار. ده ما حصلش استعمار. واحد الفرق الخارجه عن المله الاسلام زي غلاة الروافض ادخل منها جزء من جوه مثلا من المذاهب اللي ممكن التسامح معاه على اساس ان هو من مبتدع الاسلام. في فرق انه يكون مبتدع ويكون كافر. ان هو ادخال عقائد الشيعة الغلاة داخل مذهب من المذاهب. ما المقصود بغلاة الروافض؟ ان هو ايه؟ ما المقصود بغلاة الروافض؟ لا لا، عذرا، الشيعة الغلاة مش لا الرافض، هو الرفض يكفي، مش محتاج الرفض يكفي. لا قصد الشيعة الغلاة اللي هو اخذ مذاهب الشيعة الغلاة وضعها في الإمامية حتى يتصور المذهب للرفض اللي هو عرف بعد السنة. السنة لما يقولوا رافضة يقصدوا بيهم ان هو يظهر التشيع ويبطل الكفر، عشان نبقى واضحين. فاقوال الرافضه اقوال تهدم الاسلام بالكليه، يعني لا تتفق معك لا في القران ولا في الرسول ولا في نبي ولا في حتى نصوص الاحتجاج. يعني البخاري عندنا احنا مثلا من اصح الكتب، هم عندهم كتاب موضوعات او مكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا معظم المرويات اللي عندهم لا يصح سند واحد من اسانيد الشيعه على مذهب اهل السنه في مثلا مصطلح الحديث. اللي عمل لهم هو كتاب مشهور جدا بتاع الكافي، اظن اصول الكافي والحاجات زي كده، تعود لمرويات مرويات الكتب اللي هتألفها الكركي. قبله ما كانش موجود. قبل الكركي ما كانش موجود. المرويات كلها ظهرت، يعني مثلا كتاب مثلا تلاقي فيه 40 50 120 100,000 اثر كله ما كانش موجود قبل الكركي. جديده. دين كله تم ابتداعه كده يعني ايه؟ برمته. بعد كده اللي طبعا احنا خلاص المعركه دي واحنا عدينا عليها قبل كده، عملنا خدنا ورقه صح؟ عملنا يعني وادي مره. يعني دي نقطة فيصلية. ليه؟ لم تكترئ القوى البحرية الغربية على الأساطيل الإسلامية غير بعد هذه المرة. والغريبة إن الأساطيل الإسلامية لم تدرك اللحظة الفارقة على رأي حازم العثماني، يعني لم تدرك هذه اللحظة إن حصل خلل يجب ردعه. المفروض الموضوع ما كانش يتكرر تاني. بس بعد كده لم تؤتى الممالك الإسلامية إلا من قبل البحر. البرتغال، اسبانيا، هولندا، ما كانش عارفين يتعاملوا معاهم على البر. لكن في الداخل في على البحر نشأت نظام الانكشارية. نشأت؟ في الأول؟ طيب كويس. إن ده إحنا قلنا إيه؟ قعد العثمانيين قوة قوية جدا بسبب النشأة. هم اصلا فيهم يعني تعتبر يعني حتى عثمان يعتبر حركه صوفيه. عثمان بن ارقلان نفسه المؤسس نظام الانكشاريه، وكان بعد كده حركه في الاول مسمى حركه الاخيان، اللي هم الاخوه في الطريق، الاخيان. تمام. الانكشاريه بقى بدا ظهور ظاهره اجتلاب عنصر وتدريبه على انه عنصر مقاتل دائما. مماليك بس من هو اطفال. حتى في مقولات تاريخيه بتصف العثمانيين ان هم كانوا بياخدوا ابناء النصارى جبرا.
او حتى يعني الاطفال او الصبيه اللي بياخدوهم اصلا بيدخلوهم في النظام ده، هما بيسلموا ويحسنوا اسلامهم وبيتدربوا على ان هما يبقوا عناصر قتاليه، لكن النظام الانتشاري صار بعد ذلك شبه تجنيد نظامي. هو مش ده اللي جه منه محمد علي يعني؟ انا بعدين طبعا خلاص يعني نظام كل جنود الدوله العثمانيه بعد كده بعد ذلك كانت تعتبر من الانتشاريه. الانتشاريه دول جه عليهم لقطه ان الخليفه اصدر قرار بمنع الدخان والخمور داخل جيش الخلافه فقتل. ولم يستطع احد ضرب حركه الانتشاريه الا السلطان محمود الثاني، جمعهم في ميلان قال لهم انا عايزكم اقول لكم كلمه في ميلان وضربهم بالمدفعيه عشان يخلص الموضوع. بعد كده جابوا الجيش، يعني هو مع الجيش نفسه تم افساده لاسباب اخلاقيه ولاسباب تغير في مفهوم الجهاد والقتال والتجنيد، كل ده مفاهيم بتتدمر داخليا محدش جه جنبه. اول ما عمل الجيش الحديث محمود الثاني لم يقم الجيش العثماني قائما بعد ذلك، لانه صار جيش منظم بيدرب من قبل اصلا يا اما بلجيك يا اما الماني، الالمان دربوا العثمانيين كتير جدا لانه كانوا احلاف معاهم لغايه الحرب العالميه الاولى. الالمان قعدوا فتره طويله جدا. فالفكره في ايه؟ ان واحد الماني او بلجيكي بيدرب جنود مسلمين هيقول لهم احنا بنعمل ايه؟ احنا رايحين حرب كفار؟ امال فاضلتك مين؟ زملكاوي؟ يعني احنا هنحارب مين؟ اشمعنى ليه احنا بنحارب الانجليز وما بنحاربش فاضلتك؟ لغايه فتره قياده الجيوش العثمانيه بامر من الخليفه اوكلت لقادة المان في الحرب العالميه الاولى برضه، في برضه الكلام ده موجود في سلام ما بعد وسلام. هو اصلا العنوان عنوان الكتاب اللي هو سلام ما بعد وسلام اللي هو هم عقدوا سلام بعد الحرب العالميه الاولى يحول دون قيام اي سلام تاني بعد كده حرب بس. ليه؟ لانه قسموا العالم تقسيمه من عندهم، يعني قال لك ايه؟ سوريا فرنسا، لبنان تبع فلسطين تبعنا، مصر تبعهم بس مستقل، الهند. هو مين قسم التقسيمه دي؟ قال لك ايه؟ طب امريكا تيجي تاخد القسطنطينيه. انت بتقسم. هو اسم الكتاب كده سلام ما بعده سلام، يعني السلام ده بتاع الحرب العالميه الاولى لن ياتي بعده سلام ابدا بسبب التقسيم القسري للحدود بما يوافق مصالح القوى الاستعماريه. هو اسم الكتاب كده السلام الذي ليس بعده سلام، ده المعنى لكن هو اسم الكتاب سلام ما بعده سلام، انه بعد كده اخر مره، اخر مره يبقى في سلام. التقسيم خلاص كل الناس هتقعد تتحارب. هو مش فكره الجيش دي مش العباسيين نفسهم دخلوا او بداوا اصلا يجيبوا اعجميه عشان يحاربوا كده؟ لا، هو التجنيد النظامي اللي دخلوا ابتدعوا على الامه يعني الحجاج ابن مسلم. التجنيد النظامي هو قبل الحجاج كان ايه التجنيد؟ ناس بتنفع للجهاد يا خير الله، كان الناس تروح تحارب. ليه بيحارب؟ مش الجهاد. ايه بقى احنا بنحارب ليه بقى؟ يعني حتى تكون كلمه الله العليا وكلمه لذلك افرع السفر. ده مبدا يجتمع عليه الناس طواعيه تامه. لما انا ابقى شايف ان انت حارب حاكم ظالم او كذا فانا تقول لي تعالى حارب معايا اقول لك لا افرض ربنا خسفت بكم الارض يمكن ما. فانت هجبر الناس تيجي واحيانا مقابل راتب. طب انت لو ما تجيبش الراتب مش لاعب مش عارف. هو ده السؤال، هو ازاي تحافظ على الوظيفه الحيويه للامه دون تحويلها لوظيفه؟ ده تحدي اصلا. يعني الصحابه فتحوا الارض جيش نظامي ولا جيش من المتطوعين؟ طب ازاي المتطوعين يقعدوا يعني بهذا الصمود؟ ان الموضوع يعني ده محتاج نظر. ازاي الموضوع يتحول لكده؟ ده تحدي الامه الاسلاميه فرضته على العالم. ان هو انتوا عشان كده حتى عمر الخطاب لما حب ينظم ايه؟ حب ينظم اللي هو ادخل الدواوين، عايز ينظم الرواتب بس. ان الحارب ياخد فلوس لان هو بياخد المفروض من جزء من الغنيمه. بس بدخل الديوان عشان ايه؟ ارتب ظروفهم الماليه ولا ان انا احولك لموظف؟ هي دي الفكرة. دي حاجة مهمة جدا. يعني واحد من العلماء وكانوا زمان يعني ايه خلفاء بني العباس كان فيهم واحد او اثنين ثلاثة يعني لحد اقترح عليهم قال له كلمة في وشه هيقتله، يعني لو قال له اتق الله ولا حاجة. فجه في موسم الحج وقرب من طبعا الحجيج الناس عشان حرمة المناسك بس، وراح مقرب راح ماسك الخليفة قال له اتق الله ان الشرط
اللي هم الشرطه يعني، يعني من ايام زمان يعني الموضوع ما عايز دراسه. قالوا ان الشرط يظلمون الناس او يضربون الناس حاجه زي كده. فقال له ويلك ويل امك حاجه كده يعني، اللي هو كلام عربي فظيع يعني. قال له لولا الجند لعبثت الروم بنسائكم حاجه زي كده يعني، لو تكون الروم يكتحل الممالك الاسلاميه. قال له يعني دعك من هذا، كان ابو بكر وعمر يحمون صدور المسلمين ولا يظلمون الناس. يعني ما تقولش انا بحميكم عشان الامان عشان استقرار، لا هم كانوا بيحموها وكانت حلوه يعني. انت عشان هو هل يبدو ان في متلازمه بين الظلم وان كحل قضيه المسلمين، ولا انت بتجبر علينا، ولا ده فرض عليك؟ ده فرض، لو ما عملش كده ربنا ان شاء الله يدخله النار ان شاء الله. يعني اللي هو ايه، انت ما تقوليش اصل انا بحميك، معلش دي وظيفتك، دي وظيفتك مش يعني انت ما تجبر يعني، ما تقوليش ان انت بتعمل ده حاجه كده دي يعني اضافه، ده دي وظيفه، ده 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 واجب. لما كان هو فاهم كده العالم نفسه والجندي نفسه كان فاهم ان هو ان الموضوع مش مين من الصحابه من حافظ القران في 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 حديقه الموت فقتل المرتدين، راجل ضعيف وكذا، هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له احنا خايفين دي نقطه من قبل يعني هو الناس يعني، فقالوا لا بئس شلوم، بئس حان القران انا او حافظ القران انا نقطته من قبل. طب هو ليه عرف نفسه بده؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى الوضع مختلف تماما، ايام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين لما كان خلاص المسلمين هجم عليهم بشكل ايه مبدئي وامتحنوا بسبب الاعجاب بالكسر، لما النبي صلى الله عليه وسلم حب ينادم عليهم، نادم ايه؟ قال لهم ايه؟ بص النداء، يا اصحاب البيعه او يا اصحاب الشجره، يا اصحاب سوره البقره، ويا للخزر، نادم على الخزر بالذات. الشاهد ان هو ايه؟ ان الاستدعاء الثلاثه ما فيهوش اي امر نظامي، ده تذكير بعهد طوعي، اما من بايع واما من حافظ البقر فقرا مثلا قصه طالوت وجالوت، يعلم ان الجهاد ان هي فئه، والفئه الصغيره بس اللي بتصمد والفئه القليله تكسب، يعني هو استدعاء لمعنى مش لوظيفه. انت فاهم الفكره؟ اول ما تحولت الامه من ده لده تحولت من الخلافه للملك. هو ده، عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافه والملك قال ان دي كذا 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 خلافه وبعد ذلك ملك. فلما فرق بين الخلافه والملك علم ان في الملك ترك لبعض الدين الواجب، والا ما كانش فرق، لو الاثنين واحد يبقى الملك غير الخلافه، تمام، والخليفه غير الملك، ده ودي وظيفه ودي وظيفه، ده نائب عن الشارع او صاحب الشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حي بين ظهراني الناس لفعل هذا، الا الفارق بس بين الخليفه والنبي ان ده بواحد وده من غير واحد، ده بيجتهد ولكن ده قطعي ومعصوم. الملك لا، الملك قد يعني يقوم بالشريعه وقد لا يقوم، ايه المعيار؟ هو ده فارق بين الملك وان عدل، وان عدل يعني معاويه رضي الله عنه في الـ في الـ في الـ ما يعتقد اهل السنه من معاه ان هو ملك، ملك رحمه وهو من اعدل ملوك الاسلام، لكن هل هو خليفه بالمعنى ان هو هل خليفه الراشد؟ الخلافه الراشد تقف عن الحسن بن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي النقط اللي انت خلاص معاهدة سلمى اللي هو وافق عليها كل الناس الا طبعا الدولة العثمانية ما كانتش عارفة ان هي بتتقسم. فرنسا شاركت وايطاليا واليونان وبريطانيا وروسيا كله كله. احنا هناخد الحتة دي القسطنطينية هنديها لامريكا، الحتة اللي تحت دي هتاخدها اليونان، انت بتحب الصدر ولا الورد؟ لكن نوع السوق فرخة بالظبط. كل واحد خد جزء اللي هو ايه؟ يعني لا انا سيبولي معلش انا يعني محتاج. بريطانيا دخلت القسطنطينية. دخلوا واعلنوا ان هم اصدقاء للسلطان. يعني السلطان ده كان قاعد يعني ملوش اي يعني امريكا في الوقت ده يعني كان ليها لا امريكا كانت عامله دوله مش امبرياليه وكانت بتقول لهم عيب اللي انتوا بتعملوه ده. والله فعلا اول مره حاكم لامريكا يخرج من نص الكره الغربي كان في المعاهدات بتاعت الحرب العالميه. راح يقول لهم انتوا ايه اللي بتعملوه؟ ايه ده؟ هما كانوا ساعتها الامريكان يعني قبله العالم، العالم كله شايف ان دي حضاره حريه وبتاع، هما اول ما خدوا فرصه بعد البريطانيين استعمروا العالم كله، بس الامريكان بقوا لطاف. يعني ايه؟ هنشوف ادار العالم يعني برضه ليهم شغل. تمام؟ عمل 1920 سيفر واكتشفها الكماليين والقرد عبد ملك اليونان بوظ كل حاجه والله، فالكماليين انتصروا في معظم معارك وكسبوا اليونانيين وادوهم يعني علقه محترمه جدا. وقفوا على اتفاقيه بعد كده.
كده الكمالين الاثراء القوميين على معاهده لوزان اللي هي 1923 اللي هي بموجبها تم الغاء الخلافه اعلان دوله تركيا دوله قوميه الاحتفاظ بحدود تركيا بالشكل الحالي لغايه حدود سوريا اللي هتاخدها حته منها فرنسا بعدين ويقفوا عند مش عارف يعني التقسيمه برضو ايه عايزين حته كده ايه قال له عايزين خريطه على ذوقك كده شوف فيها حاجه كويسه حلوه دي لا الحته دي حاضر خلوها لهم يعني هم قسموها برضو بس قبلوا ما نريده او ما نريد الاستنباط من تركيا مصطفى كمال اتاتورك جه او مصطفى كمال كشف كل الوثائق انه كان عادي جدا للغرب جدا للقوى الاستعماريه وحتى تسمى عقده سيفر يعني عقده اللي هي تقسيم الدوله العثمانيه كانت يعني هاجس عند القوميين الاتراك الشباب اللي هم حزب تركيا الفتاه اللي بعد كده بقى الاتحاد الاتراكي. طيب امال ايه ظهر القبائل الاستعماريه اللي ظهرت؟ يعني تبديل هويه الامم، تحويل اللغه، تغيير الديانه، تغيير اللسان، معاداه الدين بشكل فرد لمحاوله الالحاق بالاستعمار. يعني هو احنا بنكره الاستعمار بس عايزين نبقى زيه. عشان كده كان في حد ذكي جدا ودي ظهرت في كل العسكريين اللي بعد الاستعمار. قال كان جمال عبد الناصر يعاند الغرب على الحقيقه على المستوى العسكري والسياسي وكان يخضع لهم وينساق على الجانب الثقافي المعرفي. يعني هو انت امنيتك تبقى ايه؟ نفسك تبقى زيه. لا يمكن واحد يغلب واحد هو نفسه يبقى زيه. الا لو كان عنده استعلاء نفسي اصلا ان انا ولا كده افضل منه. يعني انا لابس هدوم مقطعه وانت راكب طياره انا افضل منك لان المعيار اللي بترد ايه الاشياء معيار متجاوز اللي هو كلام سيدنا 40 معاه جاي هدوم مقطعه عمال يقطع لهم في الحاجات واللي حاجتين قطعهم ربط الحصان وان هو كل المعايير اللي عندك حتى منهم من الصحابه غير سيدنا 40 اللي هو قاعد حاطين حاجه مجهزه البروتوكول بتاع الاستقبال ان حاجه الرستم ده جه قاعد عليها ومذكور حرمه انا ما راح ارفض هدومه وقال والله سبحانه كنا معشر عرب ناس معاكم الفرس الاعجيب كنا فعلا العرب كانوا خافوا جدا من الفرس في الجاهليه حتى في ناس كتير لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الاسلام قالوا له مسلم بس ما نحاربش لا الروم ولا الفرس شر ها كانوا شيبان وغساسين ان هو يرفض تماما ده اول ما قال لهم كنا ناس معاكم الاعاجيب ولكن وجدناكم ايه يعبدوا بعضكم بعض اذا في واحد مكرم جدا ومعظم جدا عندكم لدرجه ان انتم هو يعرف في حته انتم ما تعرفوش تشرطوا عليه صلى الله على محمد النبي كان صعب اذا دخل عليه الناس وهو اصحابي لا يعرف يعني لو واحد جه اعرابي يقول من محمد او من منكم محمد انتوا مش باين من هدومه لا طب ما حطولهوش حاجه كبيره يقعد عليها لا طب هو لما بيدخلوا عليه ما بيقولوا ما بيقولوش لا هو النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب ان يقوموا النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه فالشاهد ان هو كاني واحد زي 40 عام ده داخل طب هو انت ايه اللي عندك حلو يعني عاجبك ده انت داخل على اقوى دوله في العالم هو من جوه عنده استعلاء بس تماما ان انتوا على كده ومسك بس ايه الشاهد ان هو اخراج الناس من تعبيد العباد لرب العباد يعني هو دي الفكره ان هو جايب رساله يرى ان هي اعلى شيء قيمي في العالم الامريكان بينظروا للعالم الاقل كده يعني لو سالت حد امريكي ماذا تريدون؟ قول ايه؟ بتاع سنة البيت الارض لنخرج الناس من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد ومن سعة الإسلام إلى ضيق الأديان ومن عدل الإسلام إلى جور الأديان ومن سعة الدنيا الآخرة إلى ضيق الدنيا هو عايز هو دي رسالته الحقيقية بس هو شايف ليه إنه هو أعلى هو شايف عنده منظومة قيمية أعلى من كل الموجود وصدق يعني لو قورن الأمريكان منظومتهم الداخلية بأي منظومة تانية منظومه من اللي لازم تعمله او ما انت سموا بين المسلمين لا هم اعدل على مستوى الارض اللي بيعملوه اعدل انت مشكلتك ان انت عندك حاجه حلوه قوي بس ما بتعملش فيها حاجه يعني انت لو قورنت بالقضاء المصري والقضاء الامريكي والقضاء السعودي والقضاء الامريكي تلاقي واقع يعني السعوديه احيانا هم يزعموا تطبيق الشريعه احيانا بيحكموا على حد يقول لك ايه يجلد ايه 8000 جلد ماشي طب هو في لما الحق الحدود لا تتجاوز 180 انت جمعتهم ازاي كده؟ يعني انت دي واحده، تاني حاجه هو انت الشريعه دي اللي فيها الجلدات ما فيهاش وراء وبراء مع الامريكان؟ يعني ازاي امريكا اكبر حليف ليها هي ارض التوحيد؟ ارض التوحيد؟ هو التوحيد ما بي ها؟ التوحيد ازاي دي راكبه مع دي؟ ازاي دي راكبه مع دي؟
طب ازاي في خلل اجتماعي عندك بيظهر المفروض بيظهر في ديار غير الاسلام؟ يعني انت عندك شويه شذوذات اجتماعيه بتظهر عند الفئات بتاعتك اللي في الارض غريبه، يعني المفروض ما تظهرش عندك. يبدو ان في حاجه غلط، يبدو ان في حاجه غلط. ما نريد تعقبه هنا هو اول حاجه ظهور كل قبائل، كل ظهر قبائل الاستعمار دون استعمار. ده هو كاره الاستعمار وكاره الامبرياليه، بس هو كارهها على انهي مستوى؟ السياسي والعسكري. لكن هو اكبر طموحه ان هو يبقى زي مين؟ ان هو زيهم. يكتب اللغه، حتى لما اختار رسم يرسم دي اللغه، اختار انهي رسم؟ الراجل كتبها بالرسم اللاتيني فعلا، اللي هو الرسم الانجليزي. يعني انت مش كاره، انت مش كاره على الحقيقه، انت نفسك تبقى زي ده، نفسك. يعني انت عايز تقاومه بس انت نفسك تبقى زي ده، دي اقصى انانيه. مش ممكن يعني هكذا الترتيب. طبعا احنا بعد كده كمان اترك ربنا خده، جه بعد كده عصمت كانونو، ده اللي هو مؤسس حزب الديمقراطي. طبعا هو ايه قال لك؟ ايه قال لك؟ احنا هنطبق الشيوعيه، هنطبق الاشتراكيه. قال لك احنا هنلم فلوس من الناس، قال له وبعدين؟ قال له احنا، انا قريت في الكتاب لغايه هنا، اللي هو نفس الحكايه، احنا هنطبق الديمقراطيه، احنا نعمل حزب واحد ديمقراطي. طب فضيلتك في احزاب ثانيه، في ناس لازم تلعب معاكم في الماتش، فاحنا هنلعب بعدين. هو اللي هو لما جه اسسوا النظام خلاص، قال لك احنا مفيش خلاف. ليه؟ قال لك الخلاف مستبد، هنعمل نظام ديمقراطي خلاص، طبق احنا نعمل حزب وبعدين واحد بس. حضرتك الديمقراطيه ليها اكملها، الجزء الثاني نزل في احزاب وفي قال لك واي حد هيلبس عمه اعدام. اه والله اعدموا كميه كبيره جدا من المشايخ التي رفضت قلع الامامات ولبس البرنيطه الغربيه. يا ابني طب انت كنت بتحاربهم ليه؟ اي حد. وساعتها في احد المحاكمات الطريفه، يعني واحد من العلماء، الحاكم القاضي التركي القوميين التورانيين، اللي هو التورانيه اللي هي الاثنيه او الديانه التي ينتسب اليها الترك قبل الاسلام، ديانه وثنيه عند كل دياده وحاجات زي كده. فقال له، قال له انتوا اغبياء قوي الشيوخ، هي حته قماش، هي العمامه والطاقيه، ايه غير قماشه؟ هي دي اللي انتوا بتضحوا فيها من اجل عنق؟ فقال له سياده القاضي، ما الذي خلفك؟ فبص ليه عالم تركي؟ قال له عالم تركي؟ هل تستطيع نزع هذه القماشه والاتيان بعالم الانجليز؟ لانهم كانوا مستعمرين القسطنطينيه في الوقت ده، القوات الانجليزيه دخل الدردنيين وبعد كده دخل القسطنطينيه عادي شويه، يعني كان ما استعمروهمش، يعني دخلوا بس يعني ايه كسروا ومشوا. لكن الشاهد قال له تستطيع استبدال هو قطعه قماشه؟ عايز يفهمه ايه؟ اللي هو كلام ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم وخلافه اصحاب الجحيم، ان اللبس فلسفه. حتى في واحد اسمه الحاج عامل كتاب اسمه فلسفه الثياب، ان الهدوم اللي انا وانا لابس ده اكيد نفسيتي هتختلف لو لبست عمامه مزيله زي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وتو او لبست جيبه زي بتاعت الايرلاين، يعني هذا منظري ايه؟ يعني ايه؟ برغم ان ده لبس يسترضي مجموعه من الناس، يعني تخيل ايمن ولحيه وبتاع وكان غازتنا ايرلندا مكان انجلترا خلاص؟ وتلاقي واحد عضو في البرلمان واقف. حضرتك ليه لابس ال لما قال لك ما لحقتش تكمل هدومك ليه في البيت؟ جيبه. طب ليه؟ واحد يقول طب الجيبه حرام؟ الجيبه حرام؟ اللي هو لابسها ممكن تكون مغطيه ركب ولا حاجه. والله هي مش هي اللي حرام، بس ده الزي ده اول ما تشوفه يعني دي حاجه برغم ان العرب البدو روحها ممكن تلاقيهم زي الافارقه لابس حاجه كده متلحف فيها ستوب واحد. انت لو شفت حد لابسه هنا زي ما لابس الاحرام هو عامل كده ليه؟ ده لبس العرب كانت تلبسه وتستمره في الفقر، يعني ايام الفقر. وينفع عادي، ما مش مش مش, مش حاجه، لكن هنا القصد ان هو لا ايه دي لا يعني مفيش حد يضحك عليا ويقول لي ايه. مره ايام زمان ايام احنا كنا في الجامعه كان لسه الشباب اعقل شباب كانش لسه طالع البنطكور اللي هو البنطلون قصير ده خلاص، ان هو يتلبس بره يعني خلاص. وكان الشباب الملتزمين او كذا عايز يقصر البنطلون في سنه كده، وفي نفس الوقت بتوعيه الامن في اسيوط اذكياء جدا يقفوا على البوابه اي شاب. احنا ما كناش بنقدر نربي وانا في اسيوط غير في اخر سنين، يعني في اخر وانا في رابعه الشباب الصغيرين اللي ما حضروش اللي احنا حضرناه كانوا بيربوا دون. انا لغايه ما خرجت من الكليه في اسيوط ما كنتش بربي ده، يعني وكنت متطرف بس ما كنتش بربي ده. كان الشباب وهم داخلين واحد مش بلحيه بس ايه مصر من دول يقول له كرميها يدوا له يقول له هات البطاقه ياخده ويروح باعته على امن الدوله. امن الدوله عندهم فقه ان
فلسفه الصيام اكيد قوي الكتاب ده، ان هو لا هو مش مقصره ارتباطا. ده يعني في عقيده، في عقيده ما تنبني عليها. زي ايه؟ في احيانا في بيظهر مضاد في اوروبا بيبقى حاجه شبه الحجاب. لو ده طلع حد يلبسه تقول لها والله الموضه غريبه. لو واحده لبست خمار او نقاب، والخمار في وقت انا في وقت برضه من الاوقات كان الخمار مستهجن او مستغرب، الناس برضه ما تعرفوش. النقاب كان النقاب ده كان جه يعني عمل لهم صدمه ادراكيه. لكن اللي هو ايه؟ ايه ده؟ هي طب هي لابسه كده ليه؟ لا هي ده غير ده. ده غير ده؟ بس ده الفلسفه وده الفلسفه. هي دي الفكره، ان لا هي الموضوع فاش. انا راجل كان بيعمل ديمقراطيه، بس ديمقراطيه الحزب الواحد، واي واحد يخالف الدستور والقانون بيتقتل. في ماده في الدستور حتى الان قائمه من يدعو الى تطبيق الشريعه لو فرد يسجن 4 سنوات، لو مجموعه اعدامها 25 سنه. حتى الان في الدستور التركي. ولم تغير حتى الان، مش قادرين. هي بتغير، انا واثق تماما انه بعد 10 خلاص العالميه كسى في تركيا خلاص. حتى نص حديث النبي غريب. ان القسطنطينيه تفتح ثانيه، يعني انا مؤمن تماما ان تركيا من بعد مصطفى كمال اتاتورك تحاول الى دار كفر مره اخرى. انا هذا ما اعتقده قدام الله عز وجل جل به. لكن فتح القسطنطينيه في اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح بالتهليل والتكبير والتسبيح. مفيش حرب. هو خلاص فعلا هي القضيه قضيه الان صراع مفاهيم. ان يعني ينشا دين مره اخرى على الاعتقاد في الاسلام. بس الاسلام مش ان انت اسمك محمد ولا مصطفى ولا كمال، لا الاسلام اللي هو اسلام منهج حياه، لا اله الا الله، عقيده وشريعه ومنهج حياه. هي كان مش فقط يعني مصطفى كمان الدكتور ما كانش مسلم؟ كان مسلم، وكلامه يعتمد نعره للاسلام بشكل قومي. كتير في سلام ما بعد السلام ما تشوف كلام الكمالي، كلام الكماليين يقول لك ان تستقل تركيا كدوله اسلاميه تركيه. يعني هو شايف الاسلام جزء من المكون، زي جماعه عبد الناصر كده. ان الاسلام ايه؟ حلو، بس هي الاسلام حاجه، ديانه ظهرت في العرب وحاجه استمرت يعني مش اكتر، بس مش هي مش الحاكم على الحياه. في اشاعه تم نقلها بعض المخبرين البريطانيين هناك، ان في حزب تركيا الفتاه اللي كان بيتكون ايام الحرب العالميه الاولى، ان منهم يهود في الاصل. زي مصطفى كمان. ورغم ان مصطفى كمال تاريخيا مش من قيادات الحزب اصلا، ده تم اجتلابه بسبب ان العثمانيين لما جابوا الالماني حاربوا معاهم في الحرب العالميه الاولى كسبوا، خافوا ان الالماني يستوسعوا في الجيش، فقالوا لهم لا خلاص احنا مش عايزين الالماني، يرجعوا الضباط يرجعوا مكانهم. خسروا معارك ثانيه قالوا لهم لا هاتوا المان. جو في معركه قالوا لهم احنا عايزين قائد، قالوا لهم لا تجيبوا قائد تركي. هاتوا في مين مشهور بان هو حازم وكذا، قالوا لهم واحد اسمه مصطفى كمال. دخلوا في الجيش عادي يعني. تم مصطفى كمال اتاتورك مش ما كانش من رؤوس الحزب في البدايه. دي واحده. تاني حاجه، الحزب كلهم افراد قوميين يحتمل، ومنهم من كان كارها للدين ومنهم من موافق للدين. الاشاعه ما تعرفوش وصلت ازاي ان هم من اصول يهوديه. وبرضه الكلام على المستوى التاريخي مش صحيح ومش دقيق. لا صحيح ولا دقيق. خلاص؟ تصرف وشوفيها معظمهم من اصول يهوديه. فقال لك في حركه عالميه يهوديه بتسيطر على العالم وكذا، طب نجاملهم. خلاص يا رجاله اليهود، احنا الحركه الصهيونيه اليهود كان عندهم مشاكل في العالم كله. طب احنا هنديهم وطن هنا عشان مجامله للاتراك. اللي بعد كده طلعت المعلومه غلط. المعلومه طلعت غلط، وكانوا خلاص الموضوع هيفشل على فكره. كان هيفشل برضه، بس اللي يحفظ الله من كان فوق. يعني هم كانوا يسكنون في حته ثانيه فعلا. طيب يا باشمهندس، هو يعني ايه التشوه اللي طلع الجماعه القوميين دول؟ أنا ده سؤال عميق ودقيق. هنشوف دلوقتي. أنا خلاص أنا اللي يلزمني بس من تركيا إن حتى ادعاء القوميين بالديمقراطية أكتر كلمة في تاريخ تركيا على الحديث. قال لك إيه؟ عملوا أول هنا الصحوة الإسلامية من 1950 ل 1960 بعد الحرب العالمية الثانية. طيب دلوقتي تركيا اتكسر العنصر المجمع للنسيج الاجتماعي التركي وهو الإسلام. بفعل استفسار كمال اتاتورك لغايه انهم عصمت فوجئوا بالاتي، ان بعد الحرب العالميه الثانيه اكبر خطا ايديولوجي على مستوى المفاهيم بيجتاحي العالم مش اللي هو ماشي زي الصاروخ، الشيوعيه. طب هو مجتمع عنده ميول، يعني شايفين الاشتراكيه حاجه كويسه، وهم طول عمرهم بيحاربوا دول راسماليه.
فيسهل جدا تمرير الشيوعيه داخل المجتمع، ما فيهوش مركز عقدي، وفي نفس الوقت الشباب منحل اخلاقيا، وفي نفس الوقت النظام الاقتصادي يعني ساعتها كان ليه بريق عجيب جدا اشتراكي. في 1950 1960 ساعتها كان الحلف، بدات امريكا تخش في الاحلاف، بريطانيا كان خلاص بتسحب قواتها من العالم كله، فكانوا خايفين من الشيوعيه، فعلى مضوا على غباره كان بتقول ايه؟ للامريكان حلوا محلنا في اي دوله كحليف بدل ما الشيوعيين ايه؟ فخشوا معانا بدل مكاننا في اليونان، وخشوا مكاننا في مصر، وخشوا في مكاننا في الهند، وخشوا اي حته هينسحب منها ومش هيعرف يغطيها اقول له ايه؟ لا يتسم خدع يعني خلاص، ما هو مش عايز يسمعها له، بس لو سمعها الشيوعيه هتاخدها على طول. تركيا مشكلتها بقى ايه؟ ها في بريطانيا اقتصاديا بتقع. امريكا تخيل من الحرب العالميه الاولى نهايه الحرب العالميه الثانيه لم تدخل طرف في اي حرب، وبريطانيا كانت حرب في طرف في الحروب لمده 45 سنه. صدها كله دمر كله. مين القوى اللي مستفيده اقتصاديا بتوزع سلاح كل الناس وهي ما تضربش؟ امريكا. فحصل طفره علميه وحصل طفره عسكريه، كل حاجه بقت عند الامريكان. وانجلترا شايفها هي جزء من نسيج الحضاره الاوروبا المسيحيه اللي هي ضد الشيوعيه وضد النسيج الراسمالي العالمي، يعني احنا ولاد عم يعني ما حصلش حاجه. خلاص؟ في جيبك مصر في جيبك ولا في جيبي يا راجل، احنا هنتكلم في مصر برضه. فالشاهد ان الموضوع كان ايه في بيته. على العجيب امريكا بدات سياسه امريكا بقى تتغير، هي شبه بريطانيا عاقلين الامريكان. اللي هو ايه؟ هم براجماتيين لاقصى درجه. لاقصى درجه، يعني بريطانيا وهي في الحرب العالميه الاولى تفكر كل الوسائل، حرف وسلام ما بعده سلام، يقول لك ايه؟ احنا لازم ننشئ خلافه عربيه مركزها مكه. ده مين فضيلتك اسمه ايه ده؟ لويد جورج. ده مين رئيس الوزراء البريطاني؟ احنا لازم عايزين خلافه. ربنا مش هيرضى علينا من غير خلافه. فضيلتك اللحظه الصفحه مقطوعه. يا ابني انت جورج وقع في ايده كتاب فقه ماليكي ده ولا ايه؟ ايه ده ازاي؟ البريطاني اذكياء جدا. يقول لك بص احنا دلوقتي هو مين الخليفه؟ تركي. دلوقتي لو اعلن الجهاد هيحارب ضدنا مين؟ المسلمين. يا عم الاسلام كله. طب احنا محتلين فين من العالم الاسلامي؟ بريطانيا. ايه ده؟ ده مصر تبع الخليفه عثمان. طب تبع الخليفه عثمان. بريطانيا تبع الخليفه عثمان. يخرب بيته هو هيعلن الجهاد في ده كله هيحاربونا؟ قال لك لا احنا نقضيها خلافه عربيه حلوه. ايه؟ العرب ساعتها كان من شغل التسرب المفاهيم، ضعف المفاهيم الاسلاميه وتسرب المفاهيم القوميه من قبل الاستعمار، تصوروا انهم قوميه يجب ان تنفصل في ارض واحده. الانجليز قالوا الحمد لله تاهت هنا خليفه، ادي له خلافه نزل له اثنين اسمه ايه ده؟ موت. عايزين بسرعه. قال لك طب هي مكه اقدس ولا اسطنبول؟ مكه. يعني احنا عملنا خلافه عربيه دلوقتي تبعنا، ما هو كانوا هيعينوه. انت عارف مين الخليفه ساعتها كمان؟ الشريف حسين. او بن سعود لما اظهر قوه بقى اكتر منه بعد كده قال لك خلاص نعمل له خلافه، فصلوا خلافه حلوه، بس حاجه ايه؟ تكون ايه؟ على ذوقك برضه. فين الخلافه تخش فيها؟ مصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين لليهود برضه كانت محجوزه على فكره. قال لك ما هنودي اليهود فين؟ ارميهم في الشارع لمهم يا ابني حطهم هنا. قال لك واحنا خلال 5 سنين هم هيفهموا العرب ان احنا دي قوميه زيهم واحنا مش مفيش خلاف، ولو متخلين على القدس ندوله. ليه؟ قال لك قوه امريكيه وبريطانيه يحموا القدس. هم والله على فكره هم بيفكروا بالعقليه دي يا اخوانا، يعني هذه الفكره. ومن يصنع لهم السلاح في اخر اقوى سفينه كنا قلنا عليها عثمان الاول كان اقوى بريتين في العالم في وقتها كانوا بيصنعوا ليه قبل الحرب العالميه الاولى؟ ليه الخليفه؟ فين؟ في بريطانيا. بريطانيا اللي بيعملوا السفن وحصل تشوه، يعني هو بقى التشوه عشان كده الصحوه الاسلاميه، الصحوه الاسلاميه والتي نشات من ديار العرب في ديار العرب من الشيخ محمد عبده ورشيد رضا حسن البنا سيد قطب لا قد الافغاني ادرك المرض محمد عبده ادرك المرض وفرض حلول وحلول تتعلق بالمفاهيم. جمال الدين الافغاني قال الحل السياسي ذهب للخليفه
هل تذهب بجيوش كذا تسحب مركز الخلافه من اسطنبول تاتي به في العراق تسد الابواب والشبابيك التي تاتي لك بها تاتي لك منها رياح التغريب من اوروبا؟ يعني هو حل وكانه هي فقط قضيه صمود استراتيجي عسكري. ولكن محمد عبده ادرك ان هناك خلل في التربيه في المفاهيم ففي تربيه الناس. رشيد رضا تجاوز محمد عبده قال حتى نعود اصلا ندرس الاسلام هذه الكتب التي بين ايدينا اين هو الاسلام المصفى من الحركة السلفيه؟ هو يعتبر محمد رشيد رضا من ابو السلفيه المعاصر اللي هو حركه نخل التراث. لا يجب ان ننظر مره اخرى في الاسلام، هل هو هذا هو الاسلام الذي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم وارسلت به الرسل ام هو اسلام تم تشويهه الى درجه كبيره؟ ده السؤال المحوري محمد رشيد رضا. ياتي بعده حسن البنا الحركه بهذه المفاهيم حتى اذا عرف نفسه حركه الاخوان المسلمين بعد انهيار الخلافه 28 انهيار الخلافه حركه 23 24 يقول نحن حركه سلفيه. يقصد ماذا؟ يعني يقول نحن لسنا اصحاب حل لحظي، نحن اصحاب حل جذري، نحن نريد النظر مره اخرى في الديانه التي ورثها الناس. هذا مقصود حركه سلفيه. ياتي الشيخ استاذ سيد قطب او الشيخ الاثنين ينفعوا برضه يجي يتكلم عن العقيده. يقول حتى اصلا ان تصور المسلمين عن الاسلام وعن الرب، يعني هو كتاب متوسط الصور الاسلامي هو يتكلم اول اكبر فصلين الوهيه وعبوديه. المشاكل التي يحياها الناس يقول لا، كل هذه المشاكل عرض من المرض، عرض. ولكن هم اصلا حدث كان في حد رافع مقوله عن عطاء الاسكندري يقول ايه من دلك على الله فقد نصح. هو يريد ان يعود به مره اخرى الى اعاده النظر في تصورات الاسلام. يعني يبدو ان متصورات انا في راي الشخص انا تصورات مصطفى كمال اتاتورك والخليفه في وقته وملك مصر في وقته وسعد زغلول وهو يفاوض الاستعمار، كل هؤلاء انا لا اقول مسلمين او غير مسلمين، انا اقول ان تصوراتهم عن الاسلام تشوهت بشكل غير عادي حتى انا اتهمهم على الاسلام. لا اقول انهم كفار، لا انا لا اقول هذا، لكن اقول ان فهمه اذا وضع على الاسلام الصحيح لا يكاد يلتئم عليه، يلتئم بضع او اجزاء صغيره ما على الاسلام الحق. هذا ما اقول. فهذه هي المشكله، وهذه هي المشكله التي حتى الان يعمل عليها الحركات الاسلاميه. ما هي؟ وكان الاسلام رجل كان يحمل بطاقات فيها الاسلام مرتب، شعب الايمان. الشعب الايمان دي تشمل الاسلام كله خلاص، هي مرتبه بالاهميه وفيها كل الشعب. فتم اسقاطه في فخ، فلما وقعت البطاقات فاتى بعض الناس ومسك البطاقه وقال ايه وجدت لكم ما تبحثون عنه هو الاسلام. ممكن دي تكون فيها الذكر مثلا، فتنشأ حركة صوفية من بعد الاستعمار أو إبان التشوه تقول أنه يجب أن تظل في ذكر مع الله عز وجل حتى إيه؟ تلقى بالله عز وجل. طب هذا هو الإسلام؟ هي بطاقة من بطاقات الإسلام، لكن أين الإسلام؟ منهم من رأى أن الجهاد هو الإسلام، ومنهم من رأى أن التعليم، ومنهم البطاقات. كل وجود الحركة الإسلامية قد تستطيع أن تؤرخ لها وبصدق من الشيخ حسن البنا تجميع البطاقات. البنا وعندما يسأل عن الإسلام يقول لا الإسلام، يقولوا له إيه؟ لا الإسلام ملوش دعوة بالحكم، الخلافة لسه على وشك الانهيار، على وشك وقد النظام السياسي، يقول الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف. كان غريب جدا كلام البنا في هذا الوقت، بعد كده يقول إيه؟ يقولوا له في حركة اليهود وبتاع، ممكن الحركة السورية تجابها بالقومية العربية، يقول لا المعركة هناك في فلسطين معركة جهاد. يعني لم وهشام مثلا البنا عندما قتل وأغلقت مصانع الاخوان المسلمين كان ميزانيه الاخوان المسلمين ميزانيه اصول الاخوان المسلمين عند 47 بعد مقتل البنا 60 مليون. يعني هو من 28 بدا مجهود 47 عارف 60 مليون في هذا الوقت يعني ايه؟ فهو ادرك ان الاسلام له طبيعه. ما الذي اخفق فيه البنا؟ وهو اشار اليه، يعني هو ادرك الخلل ولكن قتل رحمه الله. لا ايه؟ لا مش العجل، هو كان رجل يعني مسابق زمان. كان اصل لو وضعت نفسه في مكانك الخلافه انهارت من 4 سنوات. يعني انا مش عارف والله الناس دي يكفي فيهم فقط انهم كانوا يعملون في ظرف يعني تخيل انت ماشي رايح جاي تعلم ان الانجليز يحكمونك. هو كفر اصلا.
شعبي جدا اللي هو مستوى التصور، وتعامل مع المسلمين ان فقط المسلمون لو اعادوا تكميل هذه البطاقات وهم هم المسلمون بهذا التصورات القائم يعني التي نشأوا عليها سوف يقومون بما قام به المسلمون الاوائل. الملحوظه التي ادركها سيحفظ ان يجب ان يعاد النظر في تصورات الناس التي سوف تحمل البطاقات، تصوراتهم اصلا النظر في الاعتقاد ابتداء، كيف يرون العالم، كيف يرون انفسهم، وكيف يرون تكاليف الله عز وجل، وكيف يرون رسالتهم الى الناس، الجانب بتاع التصورات بتاع استاذ سيحفظ. وهكذا تجد من اضاف الى هذا مثلا تجد مجد النبي يتكلم عن مشي تصليح التصورات هذا، هل كافي؟ هناك بعض الحركات الاسلاميه في السنوات قالت نعم تصور فقط. طب يعني هذا التصور لا يتحول الى اي حركات اجتماعيه او اي دفع لغير المسلمين على الارض؟ الاجابه اه نعم. احنا لو صححنا تصوراتنا او ان احنا استكملنا البنيه الشرعيه المصفاه من التشوهات خلاص هي دي المهمه تمت. لا، هي المهمه تبدا من هنا، بعد التصفيه تبدا بالعمل. خلاص مالك بن نبي اشار الى هذا اللي هو ايه؟ شبكه العلاقات الاجتماعيه، كيف تستعيد الامه بنيتها الاجتماعيه القائمه على المحتوى المخلى او المصفى. كل هذه اضافات في الطريق حتى تستكمل ماذا؟ تجميع البطاقات وتفعيل البطاقات وتصور الناس التي تحمل هذه البطاقات. كل هذا ايه؟ طب خطا البنك مجموعه ان هو انصرف عن شبكه العلاقات الاجتماعيه اكثر. هو عمل شبكه يعني لغايه دلوقتي ما حدش عارف يعمل زيها. الله رضي الله عنه. لا هو مش انا شوف يعني فاكر ايه الرجل ابن عصري يعني ايه هو جمع هو انت عارف عامل زي ايه انت معرض لخطر فانت جمعت كل الناس اللي معاك اول ما بدات الناس تهاجمك في وقت ان واحد بيبكي واحد بيهدى ايه ده وانتوا مش ايه ده انا جمعتكم كده ومش متصور ان فيكم عيال قوي كده يعني هو تصور انه المسلمون دائما مسلمون ان قضيه التصورات هذه قضيه لم تكن مطروحه لم يكن يدرك ان الخلل وصل الى هذا التصور هو لم يكن يدرك هذا اتى على لساني قبل مختلف انا بس في حته دايما واقعه عندي موضوع الازهر فين اولا كبنيه اجتماعيه وفين تاثيره كعلماء يعني في الوقت اللي هم كفروا فيه او سحبوا العالميه من علي عبد الرازق نفس الوقت كانوا بينكروا على سيد قطب وعلى اي حد بيتكلم في ان في خلل في التصور اصلا كانوا بينكروا عليه ده يعني هل هم كانوا وقعوا في نفس الخطا اللي وقع فيه حسن البنا ولو وقعوا فيه طب ما كده البنيه الاجتماعيه الاسلاميه نفسها كلها وقتت سقطت كده في نفس الفحل. احنا الاول قدامنا الاثنين. طب طول بس طيب انت عمال تحط قطره وتبلع في قهوه نص ساعه نص ساعه نص ساعه طيب بس كبير الطيب انا فيها عندي ربع ساعه هنا نص ساعه وانا مبسوط هو ربع ساعه طيب هو الكلام جرنا الى مصر الى مصر ما يلزمني في مصر ما يلزمني في مصر رغم ان مصر يعني مصر هم الدنيا تعالى ان مصر النموذج الذي حدث في مصر نموذج نادر بعض الشيء يعني الهند اتى عليها الاستعمار ولم تحدث يعني افساد كيف فسدت الهند فسد خلل في تشوه تصورات الاسلام زي الدين الالهي والعجمه عجمه الهنود و تسرب بعض اشياء من ديانات قديمه من التصوف الغالي في الهند دايما تصوف العجم فيه كفر صريح العجم ليه لان التصوف كلمه تصوف نفسها التصوف موجود في معظم الديانات اصلا ومعظم الملل في تصوف فلسفي اصلا في تصوف هندي قديم وثني فاختلاط الديانه الاسلاميه مع الديانات القديمه افسد التصور الاسلامي بدون استعمار حتى اذا اتى الاستعمار صار الاسلام نفسه بحاجه الى بعث جديد مره اخرى هذا ما انشاته ما مثلا مدرسه زي ديوبند مثلا في الهند الحركه السلفيه الحديثيه في الهند هم احناف وصوفيه وسلفيه في نفس الوقت هذا انشا حركه اسلاميه قويه في التاريخ المعاصر هناك في الهند حركه المقاومه التي على راسها ابو الاعلى الودودي وشيوخي وتلاميذه خلاص الحاله في مصر حاله مختلفه بعض الشيء أن التحديث حدث على البنية أو
الازهر كان هناك خلل في وقت مباشر ووقت مبكر، لكن المشكله ان هو لما اجاب على اصبح اراد ان يصلح الامر افسده من حيث اراد ان يصلحه. كيف؟ قال لك شوف احنا مش الفرنسيين هم اللي جه يحتلوا المنطقه، بس طردناهم بسرعه، احنا نجيب النظم، احنا عايزين نعمل جيش. وساعتها نجيب فرنسا على فكره كانت تعتبر من اقوى الجيوش على الارض، كانت معذباهم في اوروبا. فهو بدا هذا هو هنا تلتقط بدء الخلل، بدء نسيان ان الاسلام له بنيه مخالفه عن جميع البنى على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. نجد محمد علي ينشئ بنيه جديده في التعليم. ابن اسماعيل باشا محمد علي بالسلام يدرك ان محمد علي ما عملش قانون ولا دستور. كان ماضيها ايه؟ ديكتاتوريه. حلو؟ طب اين حكم الشيوخ او القضاه؟ لا تم تهميشه في عهد محمد علي، لكن لم يتم الغاءه. اسماعيل باشا قننه. اتى بالبنيه كان استكمل ما بداه محمد علي. يعني بنيه البنوك يعني بنيه اقتصاديه والبنيه التعليميه. محمد علي اشتغل في البنيه التعليميه والبنيه العسكريه والبنيه السياسيه. اسماعيل باشا بدا في البنيه الاقتصاديه و اسمه ايه ده؟ والبنيه الاجتماعيه او البنيه القانونيه. تم تغيير حاد جدا في البنيه القانونيه. اولاد اسماعيل مش اولاد اسماعيل، لا اولاد اسماعيل شخصيا كان خلاص ورثوا كل الخلل الذي تراكم في هذا، حتى اذا اتى الاستعمار قال لك والله ما انا مش عايز اغير حاجات كتير، ده بس احنا بس هنجيب شعر على جنب ولبسوا برميطه بس صوره عشان الكاميرا اللقطه. كان خلاص الصوره اكتملت، تشويه الصوره على يد حاكم مسلم. لكن مشكلة الحاكم المسلم ده انه كان تصوره عن الاسلام شائع. محمد علي لما يرى ان قتل المماليك هو من مسأل يوطد له الحكم في مصر، طب واللي هيقتلهم دول مسلمين ولا مش مسلمين؟ هو الناس تعرف بس ان هو جمعهم في القلعه وقال لهم اكلكم كشري بعد كده ضربوا. لا ما حصلش. لا ده هو قتل اكثر من 10,000 مملوكي، قتلهم في بيوتي وقتل نسائهم واخذ احيانا نسائهم سبائهم واخذ اموالهم من بيوتي. يعني ايه؟ لا ده هو مش كان حاكم، ده ولا نفس امن دوله يعني 10,000. طب المماليك دول كانوا بيحموا الاسلام والمسلمين. اه هم غشوا ومستبدين، لكن بما يستباح دماء المسلمين. يعني محمد علي بدا يكسر كل الروابط المتبقيه حتى التي تحفظ الاسلام كبنيه. انا بس في مشكله عندي ان انا ما حسيتش ان في اي لحظه. هي المشكله ان احنا ما حسيناش. لا اللي انا اقصده ان البنيه الاجتماعيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الاسلاميه دي اللي هي البنيه الاسلاميه اللي هي كانت في مصر قبل محمد علي. انا ما بقولش ان دي بنيه اسلاميه، انا بقول دي بنيه اصابها تشوهرات جدا لكن كانت تحتفظ مزارق والدليل صمود المماليك وعدم صمود المجتمع المصري بعد تحديثات محمد علي بني الانجليز. يعني المماليك كانوا ديكتاتورين ومستبدين وعندهم جهل بالاسلام وعندهم استبداد سياسي، ولكن لم يكن طغيانهم على البنى الاجتماعيه والقانونيه والسياسيه والتعليميه بنفس الضرر الذي اصاب مصر بعد التجريف الذي احدثه محمد علي واولاده. ومن ثم اتى الانجليز فلم يبنوا مجتمع اصلا. يعني مش لاقي مجتمع مسلم جاهل. ده حدث في افغانستان. بص يا جدعان، يعني لغايه دلوقتي افغانستان اكنهم لغايه دلوقتي الامريكان بيهاجموا المماليك في مصر. مثلا مالك معاهم ار بي جي. يعني الافغان لم ينشئ الافغان منذ العصر العباسي الثاني مصنع ولا طياره واحده ولا بنيت مثلا مدارس تعليميه نظاميه، ما حصلش. في ايام الملوك ظاهر شاه مثلا وامان الله وكده كان في حاجه كده، بس ايه؟ حاجه بسيطه جدا والباقي المجتمع كله تقليدي جاهل جدا بالمصطلح المعاصر، لكن ما زالت الروابط الاجتماعيه قائمه هي. ده اللي ما ادركوش معظم حكام المسلمين وهم بيحدثوا مجتمعات. هو عايز يعمل مجتمع اوروبي ظل ضربوه. عارف لما يجي واحد ايه وانت ماشي لما يعني ضربك وراكب موتوسيكل، انت عايز تجيب موتوسيكل ظل ضربك عليه. بالرغم عدم تفكيرك في ان موضوع الضرب على القفا ده حرام. يعني انت عايز تجيب موتوسيكل عشان تضرب واحد على القفا. احنا عملنا كده اللي هو ايه؟ يقول لك ايه ده؟ هم الفرنسيين لما جو حكموا مصر عشان كان عندهم نظام كويس وجيش كويس. انا عامل جيش كويس ونظام كويس ليه؟ عشان اتحكم في مصر زي ما هم كانوا بيتحكموا في الدول الثانيه. يعني محمد علي اسماعيل باشا في الوثائق التي وردت الينا كان من اجمع تجمعات تيموثي ميتشل في كتاب استعمار مصر. تجد اسماعيل باشا المستشارين بتوعته ايه؟ اجانب. ولما دخلوا مصر عايزين يقول لك احنا عايزين
افضل طريقه للسيطره على المصريين هي كذا كذا كذا. يصدر قرار، قرار هو حاكم مصر، يقول لك ممنوع اي حد ينتقل من قريه لقريه عشان ده بيبوظ الانتاج الزراعي بتاعه. ايه ده انت بتتعامل ليه معاهم كده؟ يعني الانجليز بقى ايه الجديد لما يقول الانجليز جوه؟ ما انت كنت مستعبد من هنا ومستعبد هنا. وده بس كان اسمه اسماعيل والتاني اسمه اسماعيل. يعني قصدي ان هو خلاص. انا بس كنت عايز اتاكد من نقطه معينه، ان اصلا المجتمع نفسه يعني ان البنيه المجتمعيه الاسلاميه هي اصلا قادره على ان هي تنتفض ضد حاجه زي كده. يعني ضد تغيير للمجتمع نفسه، المجتمع يقوم يواجهها. هي بقى بص بقى المشكله في ايه؟ ان البنيه الاجتماعيه دي حاجه ما تتمسكش. دي حاجه وهي بتتغير. عارف يقول لك ايه؟ عايز تسلق ضفدعه من غير ما تخليها، يعني انت هي ضفدعه عايز تسلقها من غير ما تربطها في الميه. هيقول لك لو جبت ميه بتغلي وحطيت فيها ضفدعه تطول. يقول لك انت هات ضفدعه في ميه فاكره يعني مش شغل عليها النار بالراحه. هي هتتسلق من غير ما تنور، لان هي مش هتدرك التغير التدريجي في درجه الحراره. يعني ايه مثلا؟ في واحد يقول لك ايه؟ محمد قطب له قبسات من الرسول. كتاب ليه قبسات من الرسول. وكتاب اسمه معركة الايه؟ بيقول فيه، بيقول كيف حدث مثلا، يعني مثلا ايامنا مع عبد الناصر، ايامنا مع عبد الناصر، هل اي صورة او اي فيلم او اي فيديو لشوارع مصر القاهرة بالذات تلاقي رسالة لابسة ايه؟ طب هو اصلا ايام الملك كانوا لابسين ايه؟ براءة. طيب هو ازاي حدث ده؟ هو تم التغيير ده تدريجي. يعني حتى البراءة لغاية ما وصلنا لمرحلة البرقع دي كانت الناس لابسه ديانة ولا تقليد؟ فالتقليد يمكن انا اقول لك يا راجل ده احنا في ثورة وخلاص والدنيا تقدمت وبتاع، لكن لو ديانة ظهر شاه اخر ملك افغانستان قاعد حاكمهم هم الناس هو بيحكم تلاقي كابل بس والناس كلها في جه قال لهم ايه؟ عايز يبقى زي اوروبا. خلاص؟ راح طلع قرار زي مصطفى كمال اتاتورك ان الحجاب ممنوع. انتفضت الحجاب ساعتها اتقتل فيها 100,000 طلعوه بره افغانستان. 100,000 واحد قتل. ده هو كان عايز ايه؟ النقاب بس يعني شوفوا وشهم كشفوا عليه. لا والله رجاله ما شاء الله. يعني الفكره في ايه؟ ان هو لم يدرك هنا ان التغيير بيحدث. يعني انا مثلا سالت والدتي اتحجبت بعد ما خلفتني يعني. او قبل ما خلفني انا بشويه، يعني كانت مخلفه 2 وانا الثالث. فبسال ماما يا طب انت كنت بتلبسي ايه زمان؟ يعني والدتي انا من الصعيد ومركز من مراكز الصعيد، فبيلبسوا حاجه اللي هي زي اللبس اللي هو ايه؟ العبايات وهم طالعين الشقه. الشقه محطه وجرجه بس هناك اسمها الشجر لان الصعايده بيقولوا عن طرف الدين. طيب وانتوا رايحين مدرسه في جامعه عبد الناصر كنتوا بتلبسوا ايه؟ تقول لي كنا بنلبس قط وجيب. هو قالت لا احنا عيب تمشي وسط البلد ده. يعني هو المعيار العيب والصح ده ايه؟ يقول لك انا صدور حين المدرسه. ايه المعيار ده؟ هي راحه المدرسه. طب ليه راحه المدرسه وماشيه يا جماعه في البيت؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه الجديد على البنيه العقليه؟ ايه الجديد؟ طب اقول لها طب السؤال بقى اللي اثار ذهني بقى. طب هو انت كنت بتصلي؟ اه طبعا. كلنا بنصلي من احنا صغيرين وبابا بيقرا القران على طول وبيصلي على طول وبتاع. طيب كنتوا بتصلوا وانتوا لابسين ايه بقى؟ قلت لي برضه الجيبه ولا الله ايه الكلام؟ وانهي المذهب اللي كان نزل في الصعيد وقتها؟ اجماع الفقهاء ان المراه لا يحل يعني تكشف من اي حاجه في الصلاه، لو كشف اي حاجه خلاص الصلاه بطلت. طب هو بقى فين المذهب ده اللي نزل ساعتها؟ يبدو انه حصل تجريف غير عادي في المفاهيم الاسلاميه والعيوب الاسلاميه والتعليم. طب هو التعليم ده كان قبل كده مين اللي جايبه؟ ترجع تلاقي ان جد جدهم كانت مش ممكن تكون فتاه وصلت لهذا السن الا وعدت على الكتاب والا علمت القدر الادنى من احكام الاسلام. المشكله ان في جيل بعد كده توقف التعليم بس اكتسبوا، هو ده اللي بيقول محمد قطب في الكتاب، ان اكتسبوا تقليدا وسلوكا دون معيار عقل. فلما جينا بعد كده الجيل ده كان يستحي من شيء اللي بعد كده عادي هم طبعا قلعهم او لسه اخلاقهم زي ما هي. ده كتير امهاتنا يقولوا كده، يقول الناس زمان كانوا قالعين كده وسلوكاتهم احسن من دلوقتي. صحيح. ايه السبب؟ ان هم الاول القشره بس اللي هي اتغيرت، بس كان لسه التقاليد الموروثه اللي هي من اصل دياني موجوده. الجيل اللي بعدهم